الشباب. اهم حاجه فيه نشوف حاجتين، نمره واحد الكيرفيتشرز النورمال كيرفيتشرز بتاعت الفيرتبرا كولوم اللي احنا بفكركم بيها، ان هو بتبقى بالنسبه للسيرفايكال ريجون يبقى من ورا في كونكيف، كونكيف ولا كونفكس؟ كونكيف صح، يبقى دي ايه لوردوزس. خلاص بعد كده في الثوراسيك ريجون بيبقى فيه كايفوزس، الثوراسيك ريجون بيبقى فيه كايفوزس. خلاص بعد كده في اللمبر ريجون برضك بيرجع ايه في اللوردوزس. خلاص تاني ده نورمال الكيرفيتشر بتاعتك. خلاص والساكرال ريجون بيبقى فيه ايه كايفوزس. خلاص فهو ايه الكيرف بتاعنا عامل ايه كده صح؟ انتوا عارفين الفيرتبرا كولوم ولا مش عارفين؟ طب الفيرتبرا كولوم اللي عندنا انا يهمني جدا ايه اشوف من فروم ذا سايد، فروم ذا ايه سايد، اشوف النورمال كيرفيتشر بتاع الفيرتبرا ايه كولوم. طبعا عين بيبقى ايه شايل ايه هدومه وباين جسمه ايه عالي. خلاص فبنبان الايه الكيرفيتشر بتاعنا اللي هو الايه اللوردوزس كايفوسس، اللوردوزس ايه كايفوسس بتاع الساكرال ايه ريجيون. يبقى ده من السايد مش من ورا، من ورا مش هيبان الكيرفيتشر بتاع الفيرتبرا كولوم. مظبوط؟ خلاص يبقى انا ببص على الكيرفيتشر النورمال كيرفيتشر بتاع الفيرتبرا كولوم. تمام. بعد كده الفيرتبرا كولوم في الميد لاين ولا في جزء منه حصل له ديفيشن لاترال على الرايت ولا الليفت سايد اللي احنا بنقول عليها ايه اكسبريشن اسمه ايه سكوليوزس. الاكسبريشن اسمه ايه سكوليوزس. سكوليوزس يعني لاترال ديفيشن اوف ذا فيرتبرا كولوم في اي حته من ايه منطقه المهم. خلاص غالبا بيبقى في الايه في اللمبر ايه ريجن. خلاص فدي طبعا بشوفها ازاي، بخلي ايه الدكتور بيبقى ورا البيشنت ويشوف الفيرتبرا كولوم ستريت في الميد لاين ولا ايه ولا لا ولا في ايه طب يبان لي برضك ازاي الموضوع ده. نشوف التو شولدرز بتوع البيشنت، التو ايه شولدرز. خلاص يبقى في نفس الايه نفس الخط ولا في واحد مايل ايه عن الثاني، واحد لفوق واحد لايه لتحت. خلاص يبقى ببص في البيشنت واشوف الايه اللي بعد كده. عندنا هنا المفروض في عندي هنا سلام وبركاته. هاي يا دكتور الله يسلمك. سلام. بعد كده بنشوف الاليك، عارفين الاليك كريست بتاع الهيب بون؟ هيب بون هيب بون الاليك كريست. خلاص واخد من ورا كده صح لحد قدام، ببص على الاليك ايه كريست عندنا هنا. خلاص ونشوف التو اليك كريست في نفس اللاين ولا لا. لو مش في نفس اللاين في تلت في البلفس، لو في تلتنج في البلفس ممكن يكون اللور ليمب ايه الطول بتاع اللور ليمب ده مختلف عن الطول بتاع اللور ليمب ايه التاني، واحده منهم اطول من التانيه فبيحصل تلت للبلفز، فتلاقي ايه الاليك كريست الاثنين مش على نفس الخط. واضح؟ ده بالنسبه للانسبكشن، كل ده بالايه؟ بالانسبكشن. يبقى بقف ايه على الجنب كده واشوف النورمال كيرفيتشر اوف ذا فيرتبرا كولوم. خلاص؟ خلي البيشنت ايه كده ايه ورا منه تو اند لوك فور ذا ستريت فيرتبرا كولوم. اوكي؟ نورمال ات از ستريت in the midline. If there is deviation to the lateral sides right or left, this means that there is what's called a scoliosis. Scoliosis. خلاص؟ طب السكوليوزس ده هو بيبان لي عين مجرد قاضي تاني، بس متاكد منه ازاي؟ ان انا بشوف ايه؟ شولدر. شولدر ايه؟ ستريت. جوينت بنشوف ان هم يكونوا ايه على نفس الخط مع بعض. خلاص؟ انما لو واحده عاليه واحده واطيه يبقى العيان ده احتمال كبير هيكون عنده ايه؟ سكوليوزس. سكوليوزس. خلاص بعد كده الاليك كريست برضه من العلامات اللي بتبين لي البلفيس بتاعنا نورمال ولا تلتد، يعني ممكن يكون تلتد الناحيه اليمين او تلتد الناحيه اليسار. صح الاليك كريست بتاع الرايت سايد والليفت سايد المفروض بيبقى فيه خط بينهم ايه ستريت كده ترانسفيرس. اوكي لو واحد اعلى من الثاني معنى كده ان الطول بتاع الرجل ايه طول لينس اوف ذا لور ليمبس نوت ايكوال نوت ايكوال. خلاص ده بالنسبه للانسبكشن، كل ده بالانسبكشن. طب البالبيشن بتاع الفيرتبرا كولوم انا بصبعي ده ببدا ايه احس ايه؟ لا خليك انت طبيعي خالص. سباينس بروسيسز. سباينس بروسيسز. خلاص طبعا سباينس بروسيسز if it is tender by palpation this is palpation. اوكي if it is tender in a region this means that cerebral cortex.
تعالوا هو فارس و اصحابي من هذا